طبعا محمد وداع من الناس الوقع على البيان ومباري كان موجود زي ما قلت، الثلاث لا اشخاص هم الذين يعني يعني اعلنوا معلش، هذه توقفهم قبل معلومة مهمة دقائق يا فقط. دكتور. دكتور أنت تقول أن السيد محمد وداع وقع على هذا البيان، لأن الرجل ينفي نعم، ذلك. وقع على البيان، هذا البيان لم يوقعه سوى ثلاث اشخاص من المشاركين. السيد وداع سامحني، يعني الدكتور الهادي بيقول أن أنت وقعت، اللي ما وقعوش ثلاثة فقط لا غير مني وجبريل ومالك عقار طبعا مع احترامنا وتحفظنا بيض. يعني سامحني، أنت وقعت ولا ما وقعتش سيد وداع؟ والله ده سؤال غريب. انا لم اوقع وانا طلعت بيان، يعني قلت انا ما وقعت، فليبرزوا هذا المستند الذي وقعنا عليه. كل بس الذين كل الذين وردت اسمائهم اليوم في انطلاق في بيان المجموعات لا لم يوقعوا. التيجان السيسي الذي ذكر اسمه انه موقع، التيجان السيسي موجود في الدوحه ولم يوقع ولم يكن عنده اي مندوب بديل له. ما هو ده يجعلنا نسأل يا سيد وداع، وأنت ذاهب للقاهرة كنت تعلم أن السيد الهادي إدريس والسيد الطاهر حجر وبقية أطراف تقدم موجودة في القاهرة، هل ذهبت فقط يعني حتى لا يعاب عليك من قبل الوسيط المصري؟ هل الآن أنت لا يعني أما وضعت الوسيط المصري في حرج وأنت تركتهم قبل نهاية المؤتمر وقلت لن أوقع على البيان الختامي؟ ما ده بيضع الوسيط المصري في حرج. لكن أنت تفضل. أولا كان من الحصافة السياسية لتقدم أن لا تأتي بشخصيات خلافية. أنا شخصيا لما أكون أعلم أن الطاهر حجر وإدريس هم أعضاء في المؤتمر. الشيء الآخر، الموضوع لا يتعلق بإخراج البلد طبعا، المضيف. يعني انا الموضوع يعني سامحني انا بتحفظ على أنت تقاطعني، يعني أنت الإساءة لأي ضيف، لكن انا بسألك يعني سامحني، حضرتك رايح مؤتمر ومش عارف مين الشخصيات اللي مشاركة فيه؟ هذا صحيح. نحن كنا نتوقع أنه تأتي شخصيات توافقية. هذا لغاية يتم بعد 15 شهرا يا أستاذ أحمد من القطيعة.